صباح الفل عليك يا فاروق. يا مريم صباح الفل يا مريم، بصب عليك وبصب عليك يا كريم، بصب على الاثنين كريم. كريم طبعا زميلنا العزيز وصديقي العزيز كريم فضل، اللي يعني دايما بنبقى مبسوطين لما نلاقي الوجوه الشابه اللي هي يعني موجوده على حدائق النادي الاهلي. فانا بصب عليك يا مريم وعلى كريم وعلى كريم. طبعا يعني انا ممكن اسلم عليه عشان هو طبعا وحشني. سلم عليه. وحشني وحشني جدا جدا يا حبيبي. صباح الفل يا كريم، ودايما منور قناه البيت الكبير بيت النادي الاهلي يا كريم. منوره بيكم وبمجهوداتكم العظيمه، وترجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله يا حبيبي. ومبسوط جدا ان انا سمعت صوتك واشوفك ان شاء الله على خير. فاروق طبعا ربنا تابعنا امبارح طبعا مبدئيا كده وجود كابتن محمود الخطيب رغم الاصابه الخفيفه اللي كانت تعرض لها، وانعكاسات وجوده على كل الحاضرين وكل حتى اللي تابعوا من خلال يعني قناه النادي الاهلي. احكي لنا كده الاجواء اللي كانت مصاحبه للمباراه الوديه بالامس. بص يا كريم، يعني انت بالتحديد رصدت مشهد مهم جدا. المشهد ده بالنسبه لنا في النادي الاهلي في وجود الكابتن الخطيب مشهد معتاد، يعني اي مكان بتروح ويكون موجود الكابتن الخطيب. مظبوط. زي يعني على راي كابتننا الكبير اللي ربنا يشفيه يا رب ويديله الصحه كابتن منير الشربيني، كان دايما يقول لك ايه، يسحب البساط من الجميع وكانه من كوكب اخر. يعني الكابتن الخطيب بالانظار اللعيبه، الجمهور على اللعيبه وهي بتسخر في ارض الملعب، الكابتن خطيب دخل الملعب الانظار اتجهت من المستطيل الاخضر الى المدرج. طبعا الى الكابتن الخطيب، كانت في مظاهره حب اندلت بتدل على ان الحب ده نعمه من ربنا، مش يعني مش اي انسان بياخد النعمه دي، وربنا بيعطي النعمه دي لبعض من عباده وبعض الناس. الكابتن الخطيب واحد من الناس اللي يعني في اي مكان بتلاقي الحب الجميع بيلتف في هاله كده حوالين الكابتن الخطيب، يعني الجماهير حواليه، الجميع يعني تطابق لالتقاط الصور التذكاريه. يعني الكابتن الخطيب يعني بيتحمل على نفسه عايز يتصور مع كل الناس، مع الجمهور الجاليه المصريه العربيه اللي كانت يعني عاملين ملحمه بالامس كريم في قبل المباراه، يعني في مدينه جراتس اللي كانت استضافه المباراه الوديه للنادي الاهلي. ثم طبعا كانت المباراه الوديه للنادي الاهلي مباراه، يعني كان النادي الاهلي دخل المباراه بتشكيل طبعا مكون من مصطفى شوبير حراسه المرمى، كان قدامه معتز محمد ورامي ربيعه اثنين مساكين، في اليمين كان محمد فخري، وفي الشمال كان كريم الدريس، في نص الملعب كان محمد مجدي قفشه وكريم نيدفيد، قدامهم كان حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعبد القادر وراس حربه كهربا. فريق التوليفيني خطف الاهلي بهدف في الدقيقه الاولى، ثم يعني النادي الاهلي ضربه جزاء اللي حصل عليها النادي الاهلي عن طريق رامي ربيعه اهدرها محمود عبد المنعم كهربا، ثم يعني تعادل النادي الاهلي مع نهايه في الشوط الاول بهدف ليه، يعني هدف يعني هدف من الاجوان الحلوه الجميله الكهربا باسيست روعه من قفشه، اللي بعتبره من المعسكر واحد من اهم اللعيبه ان شاء الله للنادي الاهلي هذا الموسم. الحاله اللي احنا شايفين عليها قفشه، شايفين عليها معظم العناصر المهمه في النادي الاهلي، بتبشرنا ان المعسكر ايجابياته كتير تفاصيله كتير. ثم في الشوط الثاني طبعا يا مريم احنا كنا اتكلمنا على الجانب التخصصي في اللي بيشتغل عليه، وبالامس قلنا مع الكابتن اسلام عادل مطور الاداء اللي بيشتغل مع تعلوب، الجملة اللي كانت بتطبق في التدريب هي اللي اتطبقت في الملعب بالظبط، جو سورة الهدف الثاني هي جملة بالظبط اتطبقت في التدريب، لعبت من خالد عبد الفتاح على القائم الأول، قطع زعلوك على العرض القائم الأول ووضع الهدف من وان تاتش من لمسة واحدة علشان يضع الهدف الثاني للنادي الأهلي، ثم طبعا كان الهدف الثالث للنادي الأهلي عن طريق صلاح محسن. اللافت للنظر يا كريم يا مريم ان الثلاث اهداف اللي احرزهم اللاعب النادي الاهلي كان عن طريق راس الحرب، عن طريق المهاجم، عن طريق كهربا، صلاح محسن، زعلوك. من فتره طويله ما شفناش الثلاث رؤوس حربه في النادي الاهلي بيجيبوا اهداف في مباراه واحده، فدي كانت من الايجابيات ومن الامور اللي احنا اتكلمنا عليها. ويا مريم احنا يعني من اول يوم كنت موجود معاكي مع كريم دايما بنتكلم على ان مستر كولر بيحاول يطور الناحيه الهجوميه، حاول انه ينوع في الناحيه الهجوميه، نقلنا الصوره للجمهور بكل مصداقيه، نقلنا التفاصيل اللي احنا قلناه هو اللي احنا شفناه في ارض الملعب، التفاصيل الفنيه اللي اشتغل عليها مستر كولر. مباراه انتهت بشكل كويس جدا، رضا سليم اللي يعني اللي يشوفه امبارح ما يقولش ان دي اول مباراه ليه مع النادي الاهلي. امام عاشور اللي كان كلام كتير جدا يا مريم واجتهادات، امام مصاب، امام نزل في شوط اللقاء الثاني من البدايه،
يعني امام واحد من اللعيبه اللي خطفت انظار الجماهير في الملعب، امام بلمساته بتمريراته بقوته. فاعتقد يعني الامام ورضا سليم ومدد وصلاح محسن اربع عناصر تم اضافتهم للنادي الاهلي، اعتقد اضافه قويه جدا للنادي الاهلي هذا الموسم، بالاضافه للعناصر اللي صعدت من قطاع الناشئين سواء محمد زعلوك او معتز محمد اللاعب اللي 18 سنه او مواليد 2005 بيلعب امبارح مباراه ل 95 دقيقه. يعني ما شاء الله بتقول ان عندنا مستقبل في خط دفاع النادي الاهلي والكره المصريه اسمه معتز محمد ان شاء الله. طيب فاروق خليني اروح معاك لجزئيه، يعني يمكن النهارده خلاص اليوم الاخير من المعسكر ومفيش حد يختلف ان هذا المعسكر الحقيقه اجنى ثماره وبشكل كبير جدا وبشكل منعكس لكل جماهير النادي الاهلي وكل المنظومه الاهلاويه. لو هتكلم معاك يا فاروق على فكره فرق المعسكر ده على المستوى البدني الفني كمان النفسي، لان احنا شفنا ده على مدار العشر ايام اللي فاتت وتابعناه معاك يعني لحظه بلحظه، خليني اعرف منك اكتر عن التفاصيل دي، فكره المعسكر نتائج المعسكر كلها وده هينعكس ازاي بشكل كبير جدا على الايام اللي جايه او على الموسم الجديد، خاصه ان احنا شفنا اندماج كبير جدا كمان ما بين بقى كل عناصر الفريق سواء المنضمين حديثا او العائدين من الاعاره، وده اللي كمان انعكس صورته على الوديه لان احنا قدرنا ان احنا نفوز بيها بهذه النتيجه. يعني النقطه دي مهمه جدا يا مريم، وانت يعني حاولت ان انت تقولي ولخص الامور الخاصه بالمعسكر، اعتقد نقطه مهمه جدا. اقول لك اول نقطه يا مريم، ودايما يعني اكيد مختلف في هذا الامر، اول نقطه بالنسبه لك بتبقى اهم ايجابيه من ايجابيات المعسكر بعد انتهائه ان انت بتبقى طالع من المعسكر بدون اصابات، ودي بتبقى من النقاط المهمه جدا فتره بدايه الموسم ومعسكر الاعداد، انك تطلع منه بدون اصابات بتبقى اول ايجابيه بالنسبه للمدير الفني بالنسبه للاعبين بالنسبه للجمهور. الحمد لله الحمد لله انت طالع بدون اصابات، بالعكس انت بعض اللعيبه اللي كانت غايبه عنك لظروف الاصابه بترجع في المعسكر بتطمن عليها، بتطمن على امام عاشور، بتطمن على كريم فؤاد، بتطمن على اكرم توفيق. عايز اقول لك عدم مشاركه كريم فؤاد او اكرم توفيق ليس لناحيه طبيه او لناحيه فنيه، ولكن هو الامر كان بالنسبه لمستر كولر لظروف المباراه او لحاله التجهيز البدني الاخيره لاكرم وكريم فؤاد نظرا لغيابهم لفتره طويله جدا. لكن يعني انا باكد لك جاهزيتهم هيكونوا من الاوراق المهمه جدا مع مستر كولر في مباراه السوبر، فدي من اهم النقاط انك بتطلع من المعسكر بدون اصابات. اتمنى استكمال الامر بالنسبه للاعب المنتخب ان شاء الله يعودوا لصفوف الاهلي في الفتره القادمه بدون اصابات. الشق الثاني يا مريم الشق البدني، دايما فتره الاعداد بيبقى كل الامور بتشتغل على الجانب البدني، انت بترفع الحمل للعيبه خلاص بقى قبل بدايه المنافسه بترفع بالحمل كتدرج، بيبقى في تدرج بالحمل ثم بتيجي مع نهايه المعسكر بتقلل الحمل. اعتقد الجانب البدني تم العمل بعنايه، وخليني النقطه دي بالتحديد يا مريم الاهلي حضر لهذا الامر مش من المعسكر ولكن من قبل المعسكر بالقياسات البدنيه اللي تم اجراءها للاعبين قبل السفر الى النمسا. ويعني انا كان لي حديث مع تيتشن اندويا مخطط الاحمال قال لي اللي احنا جينا لما جينا نعمل القياسات البدنيه النتائج كانت مذهله للاعبين، لان الحاله اللي النادي الاهلي نهى عليها او فنش عليها الدوري بدنيا كانت حاله ممتازه جدا. احنا بنينا على اللي احنا عملناه في بعض الاجهزه طبعا اللي تم استحداثها النادي الاهلي مؤخرا، ومجلس اداره النادي الاهلي لم يتوالى عن ان هو يحضر هذه الاجهزه، ساعدتنا كتير جدا في تطوير النواحي البدنيه. فانت بتبني على اساس صح، فده الامر اللي انعكس على اللاعبين في الناحيه البدنيه. الناحيه الفنيه مستر كولر اشتغل على الجوانب الهجوميه والجوانب الخططيه في النادي الاهلي، النادي الاهلي هيبني ثمار هذه الامور ان شاء الله بدءا من مباراه السوبر، بدءا من يعني من مباراه السوبر وامتدادا على مدار الموسم. النقطة المهمة جدا إضافة مطور الأداء كارلوس في الجهاز الفني للنادي الأهلي، أعتقد هنشوف تأثيرها مش على المدى البعيد لا على المدى القريب والمدى البعيد للنادي الأهلي. لو يعني هتقولي تقييم للمعسكر أنت استفدت كام؟ أنا يعني من وجهة نظري المتواضعة أنت استفدت ما لا يقل عن 95 أو 100% من المعسكر. النقطة الوحيدة اللي ممكن يعني تبقى بالنسبة لك نقطة عدم بقاء اللعيبة الدولية لنهاية المعسكر أو للمباراة الودية، هي دي النقطة الوحيدة اللعيبة اللي التحقت بالمنتخبات الوطنية، لكن بـ يعني بكافة الأمور
معط ناجح للنادي الاهلي نفسيا للعيبه من الناحيه البدنيه من الناحيه الفنيه. ان شاء الله يكمل على خير ان شاء الله يا مريم، ونقدر ان احنا نبدا الموسم ببطوله السوبر الافريقي ان شاء الله. ان شاء الله الحقيقه كلامك كله جميل ومطمئن جدا زميلنا العزيز فاروق صلاح. سؤالي الاخير ليك قبل ما نختم معاك هذه المكالمه، وهو سؤال خارج الاطار تماما، يعني عامل حسابنا انا واخوك كريم فضل واختك مريم سبيح في شوكولاتات وحلويات وانت جاي، ولا ما فكرتش في ده؟ لا افكر والله، سالني قبل ما يسافر، سالني قبل ما يسافر والله. ولا سالتني ولا سالت كريم فضل. لا ده اكيد، ده اكيد طبعا يا كريم، انت عارف الشوكولاته دي من الحاجات الاساسيه. انا عندي يعني فريده برضو عايزه شوكولاته، فانت عارف الحاجات دي حطينا في